ضمن برنامجها الرمضاني، نفذت شبكة صحفي مراقب ثاني زياراتها الميدانية التي استهدفت الأديب والكاتب الصحفي سعيد عولقي في العاصمة المؤقتة عدن للإطمئنان على صحته وتفقد أحواله. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير الذي أعده الزميل لبيب محمد علي. نفذت شبكة صحفي مراقب بقيادة رئيس الشبكة هشام الحاج ومديرها العام بسام البان زيارة للأديب والكاتب الصحفي سعيد عولقي، وذلك في ثاني حلقات برنامج الشبكة للزيارة الرمضانية لتفقد أحوال الصحفيين والإعلاميين المخضرمين وتلمس احتياجاتهم. الأديب والكاتب الصحفي سعيد عولقي بدوره رحب بقيادة الشبكة واللفتة الكريمة التي تقوم بها للصحفيين عبر برنامج زياراتها الميداني للصحفيين والإعلاميين من الزمن الجميل. أشكر شبكة صحفي مراقب على اهتمامها، وعلى كل حال فضل لكم أنتم يعني بحماسكم وفضل جهودكم الطيبة تتواصلوا مع المجتمع وتشوفوا إيش مشاكله وإيش إيش له إيش عليه، والناس كلها إن شاء الله يعني بتكون أفضل إذا كان حست من قطاع الإعلام وحست من المسؤولين بشيء من الإنسانية. من جانبه عبر المدير العام للشبكة بسام البان عبر عن سعادته بهذا اللقاء شاكرا كل الداعمين لعمل الشبكة. نحن سعداء اليوم في زيارة الكاتب الصحفي والأديب الكبير الأستاذ سعيد علي عولقي، وذلك ضمن برنامج الزيارات الرمضانية التي تنفذها شبكة صحفي مراقب. تشرفنا اليوم بلقاء هذه الهامة الوطنية، كما نشكر كل من قدم الدعم لشبكة صحفي مراقب لكي تستمر جهودها في تفقد أحوال الصحفيين والإعلاميين وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان الكريم. هذا وقد جرى في نهاية الزيارة تكريم الهامة الوطنية التي لعبت دورا كبيرا في إثراء العمل الثقافي في بلادنا منذ العام 46 وإلى يومنا هذا. لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن.